مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، اهلا بكم الى برنامج مقابله خاصه على شاشه العربيه. ياتيكم هذه المره من تونس، ونستضيف فيه العميد الصادق بالعيد، المختص في القانون الدستوري، رئيس الهيئه الوطنيه الاستشاريه من اجل جمهوريه جديده. حضره العميد، اهلا وسهلا بكم. قدمتم مشروع الدستور الجديد الى رئيس الجمهوريه، ما هي ملامح هذا الدستور الجديد واهم مرتكزاته؟ هو والله اولا كما تعرف بدات العمل هذايا على اساس تحول 25 جويليا. احنا اردنا ان نخرج من مأزق جرنا اليه من كان بيدهم السلطه في البلاد لمده ما يقرب من 20 سنه، من 12 سنه. بحيث الاتجاه متاعنا من البداية، من الأول قلنا يلزمنا نأخذ مسؤولياتنا بجدية، ونقول في هذا النقد الرقة يلا نبني شيء جديد. مسألة الدين والهوية واللغة وما إلى ذلك أثارت نقاش كبير داخل جلساتكم اللي تمت، هل فعلا تم حسم المسألة بترحيل هذه القضية، خاصة قضية الدين، دين الدولة، دين الأمة، إلى التوطئة العام، وكيف تم حسم المسألة؟ والله كما تعرف سيادتك، هذا المشكل متاع الهوية، ما يسميه الهوية، معناها ساير التاريخ تونس المعاصر منذ الاستقلال، منذ 1956 سنة استقلال البلاد، وقعت الاشتراكية هذه. الحل الذي وجده ذلك الواضعين للدستور بتاع 59 يقول تونس الإسلام دينها، دينها، وفي غموض على خاطر ما نعرفش بالضبط الإسلام دينها، لاش يرجع للوطن ولا يرجع لتونس. تونس دولة، تونس دولة. الإسلام دينها، شنو مش على الوطن وإلى تونس. بالطبع كثير من المتشبثين بفكرة الإسلام وحضور الإسلام وحوكمة الإسلام يقولوا ترجع للدولة، بل الدولة دولة إسلامية، وما تشبثوا بها. الكثير، الأغلبية في ذلك الوقت وإلى حد اليوم يقول لك لا، الكلمة هذه ترجع إلى هوية الثقافية الاجتماعية بتاع التوانسة. التوانسة مسلمين، مسلمين في ربما 98% من ولهذا قلت معناها ما ثماش معناها ضرورة بأن نستنتج من كلمة الإسلام دينها أكثر مما الذي تحتويه. هو هي تعلن عن معناها كما تقول تراث الذي احنا معناها نتشبث به ونعتقد فيه ودستوريه. واليوم كيف حسمتم الجدل؟ احنا نحينا معناها كونك ترد الاسلام دينها بانها حكم، معناها من كلمه الاسلام دينها تحب انت تقول كمحافظ يجب على الدوله ان تكون اسلاميه. وي معناها نمشي من الملاحظة بأنك أنت مسلم إلى ملاحظة إلى أنك يلزمك تكون مسلم، يعني ديفيرانس، نسبة يعني ديفيرانس، وهذا هي اللي ما قبلناهاش، ما نقبلوش أنك تجي تفرض عليه اتسيتيرا. أرى خاصة وأن الدين الإسلامي هو دين التسامح، هو دين التسامح. هنا في هذه النقطة بالذات حضرة العميد، يقال أن الصادق بالعيد أراد أن يقطع الطريق أمام المشتغلين بالدين لصالح السياسة، لغايات سياسية، هل فعلا حل هذه المسألة كان لقطع الطريق أمام أحزاب تستغل المعطى الديني خدمة لأجندات حزبية وسياسية؟ في الحقيقة هذا صحيح، وأقول بكل صراحة أنا نتصور بأن من أكبر الكوارث التي برت بها هذه البلاد في العشرينية الأخيرة هذه هو سيطرة الذين يستعملون ويتاجرون في الدين، ونحن لا نقبله. ومع كل أسف نقول لك بأن في الحقيقة أغلبية العالم العربي الإسلامي
مع داب المتطرفين عندهم بقتهم، عندهم وزنهم وما أكثرش. أما الأغلبية يقول لك احنا نحب بلاد متاع تعايش بين المسلمين فيما بعضهم، بجيش تحكم لي أن نصلي ولا ما نصليش. كذلك التعايش ما بين التونسي والمسيحي واليهودي، ما نقبلش بأن تجي تقول لي على خاطر ماهوش مسلم هو كافر، ولهذا نعمل كذا ولا نعمل، هذا ماهوش مقبول. وهو نشوفه في البلدان في الشرق، أنا سيادتك تعرف الأمور هذه أكثر مني، وين وقع التطرف، وين وقعت الخسارة بتاع البلاد في أي بلاد، أعطيني بلاد عربية مهما كانت، وقت اللي عملوا هالوحدة هذه وصلوا إلى الغلاق، وصلوا إلى الكوارث كما تعرف أنا في الكثير من البلدان. طيب، العربية حضرة العميد، كنتم صرحتم بأن النظام السياسي في دستورنا الجديد، دستور تونس الجديد، لن يكون لا برلمانيا لا رئاسيا، سيكون تونسيا صميما. هنا أسألكم كيف ستتعاملون أو ماذا ضمنتم في هذا الدستور للقطع مع فوضى تصادم السلطات في دستور 2014؟ إلى حد الآن نقول لك التجربة الدستورية في هذا الباب كانت تجربة فاشلة، ووصلت إلى نفس النتيجة. تحط النظام البرلماني يؤول في الأخر إلى دكترة، تحط النظام الرئاسي في الأخير يوصل إلى دكترة. علاش؟ على خاطر بعطيناش النظام السياسي التوازن اللازم معناها تمشي بالبلاد من غير ما تغرق في الدكترة بجميع أنواعها. احنا حبينا نخرج لحنا النظام البرلماني فيه عيوب والنظام الرئاسي فيه عيوب، وجربناه ونعرفوه، ما كفى بهذا، كفى من هذه التجارب الفاشلة. احنا قلنا المنطلق متاعنا بسيط، لا هذا ولا هذا، انا انطلق من الوضع الحالي للبلاد. شنو الوضع البلاد؟ نحن في أزمة اقتصادية واجتماعية، بحيث المبدأ الأساسي متاعي هو كيفاش نخرج من هذه الأزمة. فيه أبواب كثيرة، من بينها تنظيم السلطة. نحب نعمل ننظم السلطة بكيفية أنه لن بكيفية أنه سيقوم بدوره في الخروج من الأزمة وما يوصلناش إلى الدكترة. طيب حضرة العميد، بهذا الشكل ألا يمكن أن نخاف الخروج من الديمقراطية البرلمانية العرجاء التي أسس لها الإخوان إلى نظام رئاسوي تسلطي لصالح الرئيس قيس سعيد؟ قبل كان برا وي برا نو، رئيس الدولة يطرد الوزير الأول ويبدل وزير آخر، أي قدر في النظام اللي عملناه قلنا رئيس الدولة ينجم يسمي الوزير الأول، لكن ما يلزمش يفرط في الاستعمال. تستعمل هالإمكانية هذه باش تعين فلان هو رئيس الوزراء متاعك، مرحبا. إذا كان ما تفهمتش معاه عندك الحق باش تسمي وزير أول آخر جديد اللي يعجبك اللي ربما ما تفهم معه اتسترا. إذا لا كان المرة الثانية هالوزير الثاني هذا ما عجبتش وما تفهمتش معه، أنت اللي تستقيل. يجبر الدستور على هذا. الدستور يعملناه يجبر رئيس الدولة إذا فشل فيه مرة أولى، في المرة الثانية يقولوا لي كان أنت ما كنتش قادر باش تعطينا حكومة قادرة على العمل والمسؤوليات نتاعها اتسترا، ما كنتش في المستوى هذا، ما كانش موجود. نفس الشيء في مخصص البرلمان. أي دور هنا للبرلمان؟ البرلمان عنده الحق، أولا عنده الحق باش يوجه لي الحكومة أو لرئيس الحكومة لائحة لوم. إذا كان لائحة لوم منها تنجح وقتها يقع تعيين وزير أول منها آخر، حيث من البرلمان مش يعرف عنده مدة قصيرة في المدة بتاعه، مدة 5 سنين. إذا كان تبدأ كما تقول العهدة متاعك بحاجة منها متاع انقلاب على وزير الدولة، ورد بالك المرة الثانية ربما انت اللي مشيت وزالي بيي لي فري. انا حيث ثم هنا
كرسي في التوزيع، ما قلتش بأن هذا النظام حاجة كبيرة، لكن في الحقيقة هذا أضفنا إلى هذا من نوع كما تقول متاع التوازن، هو أن إلى جانب هالهيكلية الدستورية الحكمية أدخلنا عنصرين هامين جداً متاع معناها إقحام التوازن، الاستفتاء لرئيس الدولة حسب الدستور اللي عملناه لرئيس الدولة في المسائل الهامة للبلاد أن يستشير الشعب مباشرة، هو الاستفتاء كما اللي ماشي يصير ربما في 25 جويلية. لحظة المفصلية ل 25 جويلية اعتمدت على الفصل 80 من دستور 2014، ما مصير هذا الفصل؟ وقع تناسي إمكانية استعمال الفصل 80. أنا نحب نستعمل الوسائل الشفافة المعروفة قدام الناس الكل، راهو الأزمة مش نمشيو إلى طوفان، مش نمشيو إلى من فضلتم قوموا بمسؤولياتكم، مش لازم باش نستنى نغرق باش تقولها مش نخرجك من واحد. طيب أعداء المحكمة الدستورية على أهميتها، ما هي الهيئات الدستورية التي وقع تضمينها، وهل بالفعل تم تقليص في عدد الهيئات؟ اللي كان مش نقولوا هاو كل ما مهمة متاع الدولة نعملوا لها هيكل اتسترا مش نوقع إلى أن أذمح ليل السلطة متاع، وكما رينا مع كل أسف وقع سوء استعمال هذه الفكرة، قلنا يلزم نقصوا من ذلك لكن ما نغلقوش الباب مرة واحدة. عدد الهيئات في الدستور الجديد اللي تو مش نعملوا 2-3 اللي ما تعرف بهم واللي ضروريين كما قلنا لنا. هيئة الانتخابات، هيئة مراقبة أو تعديل وسائل الإعلام، الاتصال السمع البصري، ما زال تردد هو رئيس الدولة اللي مش عارف شنو هي الهيئة الثالثة اللي يراها صالحة، ترى الحقيقة ما حبيتش ندخل فيه، لكن قلنا في الدستور الفصل اللي يقول وقت لا ثم ضرورة في خلق هيكل جديد وقتها نلجأ إلى القانون. الأزمة اللي صايرة مع القضاة اليوم، ولاحظنا تواتر الإضرابات في عدد من القطاعات الحساسة والمهمة في الدولة، هل بالفعل سيتم إلغاء أو التنصيص على تجريم الإضراب في قطاعات مهمة وحساسة كالأمن والديوانة والقضاء؟ أقول بكل صراحة، أقول بأن القضاء هو مرفق عمومي حيوي للبلاد، ويلزم الناس كلها تفهم الشيء هذا، سواء كان القاضي أو المشرع أو الحطوبي أو الإداري، وينجر عن ذلك أن ثم حوايج تنجم تعملها وثم حوايج ما تنجمش تعملها، ما دامت تخدم في الصالح العام يا مرحبا، إذا كان مش تعمل مش تقوم بمبادرات اللي مش تخل بالمصلحة العامة، نقول هذا الشعب التونسي ما هوش قابله الشيء هذا. ولهذا نقول أنا وكتبته وإن شاء الله الاقتراح متاعي يقول الإضراب محرم على القضاء. العميد الصادق بالعيد، المختص في القانون الدستوري والرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، جزيل الشكر على هذه الاستضافة. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مقابلة خاصة، نلتقيكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.